كمان لو هنروح لحدث النهارده وهو قرعه طبعا دوري ابطال افريقيا اللي بتاخد اهتمام وحيز كبير محليا حاليا يعني وافريقيا، وانت بتتكلم ان احنا ما زلنا كمان في اجازه المونديال، والنهارده عندنا كمان حدث بيهم اعتقد كل الجماهير الاهلاويه بصفه خاصه وطبعا المصريه بصفه عامه، وهي قرعه دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا اللي الناس كلها مرتقبه منتظراها، واللي هي اللحظه المرتقبه القرعه وتصنيف كمان الفرق في البطوله اللي هتشارك. فيعني لما بنتكلم كده نادينا العظيم نادي الاهلي طبعا زي ما بيتكلم، وهو الاكثر تتويجا بالمناسبه زي ما حضراتكم عارفين باللقب الافريقي في 10 مناسبات، وكان معاه طبعا من مصر نادي الزمالك. وهنقول برضو لحضراتكم هنا يعني تصنيف الانديه المشاركه بقى في البطوله، وكمان نظام دوري المجموعات هيكون عامل ازاي، وفرص برضو ممكن نتكلم عن فرص كل فريق في بلوغ الادوار النهائيه. لكن خلينا نبدا كده ونقول حاجه او ننوه وناكد على حاجه قبل ما نتكلم، يعني حابين ان احنا نقولها لجماهيرنا كمان، احنا كل موسم لو بنتكلم احنا بنشارك في دوري ابطال افريقيا كان بشكل مستمر الى حد كبير عفوا، لكن ده غير اننا كمان اصحاب الرقم القياسي في حصد اللقب ده برصيد 10 القاب بدايه من اول لقب ده كان عام 82 حتى لغايه النجمه العاشر اللي كانت 2021. يعني انت لو جيت كده يعني قيمت زي ما بتلاقي نسبه نجاح ساحق او ساحقه لمشاركه الاهلي في البطوله الاغلى والبطوله الاكبر زي ما بيطلق عليها طبعا بالنسبه للانديه في افريقيا. طيب هو ده التاريخ اللي انت بتتكلم عنه دايما لما تيجي تتكلم عن حاجه كبيره او عن نادي او عن كيان تتكلم عن نفسك، تتكلم عن التاريخ، ده تاريخ النادي الاهلي في المنافسات القاريه، وده غير طبعا عدد كمان بطولات السوبر الافريقي والمشاركات المونديالية كلها، يعني حق حصري وزي ما تقال حق اصيل للجماهير الاهلاويه ان هي تفتخر بيه، تفتخر بالنادي بتاعها، تفتخر بالكيان اللي هي بتشجعه. تاني انا هرجع اقول انا ليه اصلا بتكلم بالطريقه دي وليه بقول الكلام ده، كل ده علشان برضو من البدايه كده نبقى معرفين ونبقى احنا كمان عارفين ان كل المنافسين هيعلموا عليك أو هيحاولوا ان هم يعني يعلوا عليك علشان انت النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، هم عارفين انك اقوى فريق كمان في القاره والوحيد تقريبا المستوى ثابت بشكل كبير جدا وبشكل مستمر بغض النظر عن الموسم واللي حصل يعني الموسم اللي فات، لكن طبعا ليه ملابساته وليه حديثه واتكلمنا فيها بشكل كبير. وعلى فكره طلعنا وقلنا احنا لم نكن الافضل، ما قلناش ان احنا النادي يعني الاهلي اللي هو ما بيغلطش اللي ما فيش عنده ثغرات اللي ما بيبقاش فيه للاسف دروب مثلا موسم ما، قلنا الموسم اللي فات ما كانش اصلا احنا ما كانش ده النادي الاهلي بكل الاشكال. لكن الفكره وهنرجع ناكد تاني، انت لما بتبقى كبير يا كريم حتى لو وقعت حتى لو تعثرت بتعود مره تانيه، وده اللي حصل او زي ما بيتقال كده قد كان. الموسم اللي فات كنا في حاجه وبدانا هذا الموسم سواء افريقيا او محليا بشكل تاني خالص، والارقام هي اللي بتثبت ده، احنا مش بنتكلم عن نفسنا. النادي الاهلي لو هنتكلم لغه الارقام هو لعب يعني ثلاث نهائيات اللي هي كانت الاخيره على التوالي، كسب منهم اثنين وخسرنا واحد، وكان النهائي خارج ملعبه زي ما حضراتكم عارفين امام طبعا الوداد اللي كان ليه برضو يعني ظروف وملابسات هنقول غريبه عمرها ما حصلت غير في افريقيا لو هنتكلم، ومش وقتها دلوقتي نخش في تفاصيلها، بس حضراتكم اكيد كنتوا او لسه فاكرين ايه اللي حصل وقتها. يعني عشان كده من المهم جدا للجهاز الفني انه يبتدي يشوف من دلوقتي احتياجات كل كل تفصيله ليها احتياجات، الاحتياجات دي لازم تتلبى وباسرع وقت ممكن، لازم نبقى داخلين على المرحله اللي جايه واحنا مستعدين وجاهزين بكل ما تحمله الكلمه من معنى، خصوصا ان احنا بعد المونديال هنرجع بقى ندخل بقوه في المنافسات المحليه، وكمان مع بدايه السنه هندخل في المنافسات القاريه.